اهلا بكم حبايب قلبي طلاب الصف الاول الثانوي. ان شاء الله النهارده هنحل هوم ورك ليسون 3 اللي انت بقالك سنه عمال تزن عليه. يلا بينا. اول سؤال عندك في الهوم ورك بيقول لك ان اسيد كفر ا ديستنس اوف 250 متر تو ايست دايركشن اند ريتيرن 100 تو ويست دايركشن ان ذا اوبوزيت فيجر. هات الديستنس وهات الديسبيسمنت. احنا اتفقنا ان الديستنس انا بجمع كل اللي انا مشيته، فهو مشي 250 ورجع 100، يبقى الديستنس ب 350. يبقى انا هختار الديستنس ايكوال 350. خلينا نجيب الاحمر. طيب اما تاني حاجه عايز الديسبيسمنت، هو الراجل ماشي 250 في الاتجاه ده بعدين رجع 100. الديستنس هي اقصر ستريت لاين من الستارت للاند اللي هي طول الحته دي. طب دي كلها 250 اخدنا منها 100، اتفضل كام؟ 150. تبقى الديسبيسمنت 150. طيب في اتجاه ايه؟ ده الستارت وده الاند، يبقى احنا ماشيين ناحيه اليمين، يبقى ده اتجاه الايه؟ الايست دايركشن. خلي بالك هو السؤال ده فيه غلطه، بس انت ماشيها الايست دايركشن دلوقتي لحد ما نشوف الكلام ده هنعمل فيه ايه يعني. تمام. طيب ثاني حاجه بيقول لك ذا اوبوزيت جراف ريبريزنت ذا ريليشن بتوين ذا ديسبيسمنت اند تايم فور ا بودي موفينج ان ا ستريت لاين. عايز التوتال ديستانس اللي البودي مشيها في 10 سكند، مش ديستانس قد ايه. بص يا سيدي، اولا هو مشي من زيرو، من زيرو لحد فضل طالع 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 لحد ما جه عند النقطه دي، كل اللي هو مشيه لحد دلوقتي ب 60 متر. تمام. بعدين نزل الحته دي، الحته دي نزل من ال 16 لل 8، نزل من ال 16 لل 8 يبقى نزل كام متر؟ نزل 8 متر. طب هو كان ماشي 16 رجع منهم 8، يبقى كل اللي هو مشي لو ديسبيسمنت هتبقى بايه؟ بس هو مش عايز ديسبيسمنت، هو عايز الديستنس، فبعمل لكل بلس. مشيت 16 لفوق ورجعت 8 لتحت، يبقى كل الديسبيسمنت بكام؟ الديستنس بكام اسف؟ اعمل لهم بلس 16 بلس 8 تبقى 24، يبقى الديستنس هنا ب 24 متر. السؤال اللي بعده. A body moves along the circumference of a circle of radius r. If it complete two revolution عايز الديسبيسمنت، لو هو لف لفتين، ادي السيركل اهي، لفيت لفه ولفيت كمان لف، مش انا عملت الريفولوشن كامله؟ طب ما دام عملت الريفولوشن كامله يبقى شورتست ستريت لاين من الستارت للاند مش موجود، ما انا ماشي في سيركل كامله. لما يكون الشورتست ستريت لاين مش موجود تبقى الديسبيسمنت ايكوال زيرو. طب لو قال لك ماشي 100 ريفولوشن برضه بزيرو، طب 1000 ريفولوشن برضه بزيرو. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الماجنتيود بتاع الديسبيسمنت بتاع البودي اللي بيتحرك في سيركونفرنس اوف ا سيركل when it complete 1 over 4 من الريفولوشن is a من الماجنتيود بتاع الديسبيسمنت لو مشي من 3 over 4 من الريفولوشن. فاكر لما شرحنا في الفيديو اللي فات الديسبيسمنت وقلت لك الديسبيسمنت في 3 over 4 هل هي بتساوي الديسبيسمنت في ال 1 over 4؟ والاجابه بتاعتنا كانت اه ولا. اه بتساويها في الماجنتيود، لا مش بتساويها في الدايركشن. فهو هنا بيسالك على الماجنتيود، فهي بتساويها في الماجنتيود، يبقى الماجنتيود بتاع ال 1 اوفر 4 ايكوال تو الماجنتيود بتاع ال 3 اوفر 4. طب لو كان بيسال على الديسبيسمنت بشكل عام مش على الماجنتيود بتاعها، لا الديسبيسمنت في 1 اوفر 4 لا تساوي الديسبيسمنت في 3 اوفر 4 بسبب ان الدايركشن مختلف. تمام. السؤال اللي بعده. An object moves along the circumference of a circle of radius r. The ratio between the distance covered by it and the displacement during half revolution. عارف يعني ايه ratio؟ يعني حاجة over حاجة. فهو عايز حاجة over حاجة، اللي فوق هو عايز ال distance واللي تحت عايز ال displacement، ف ratio بين ال distance لل displacement في ايه بقى؟ عايزها في ال half revolution. انا قلت لك اي ديستانس في الدنيا بتعمل هاف تايمز 2 باي ار، ده الديستانس عشان اجيبها في اي حاجه باخد الرقم اللي هو اداهولي واعمله تايمز 2 باي ار. طب الديسبيسمنت في الهاف من السيركل، لو ده هاف سيركل فالديسبيسمنت هي شورتست ستريت لاين من الستارت للاند اللي هو طول اللاين ده، طول اللاين ده اللي هو الدايمتر اللي هو كام ار؟ اللي هو 2 ار. يبقى هنعمل ديفايدد 2 ار، هتلاقي ار تروح مع الار وال2 تروح مع ال2، يفضل لك هاف باي. هاف باي انهي واحده في الاختيارات؟ باي اوفر 2. نص الحاجه هي هي الحاجه على الاثنين، فهاف باي هي هيها باي اوفر ايه؟ اوفر 2. تمام. السؤال اللي بعده. If a body moves
as the path shown in the opposite figure. So the distance and the displacement covered by the body are A respectively. عايز ال distance وعايز ال displacement. ال distance بنعمل لهم كلهم plus. 3 plus 3 plus 1 يبقى distance equals 7 meter. ده بالنسبة للdistance. مشكلتك فين؟ مشكلتك في displacement. قلت لك عشان تجيب displacement أول ما تتزني تجري على بايثاغورس على طول. وصل لي بس الأول كده من الستارت للإند اللاين الجميل ده. أجيب طول اللاين ده إزاي؟ أحاول أقفل التراينجل يبقى ده الهايبوتنس بتاعه. أدي التراينجل أهو. هتلاقي إن ده رايت أنجل. هتلاقي إن ده رايت أنجل تراينجل. عايز أجيب الهايبوتنس هجيبه عن طريق بايثاغورس السيري. أجيبه إزاي عن طريق بايثاغورس السيري؟ هقول روت. السايد ده كله باور 2، والسايد ده كله بكام؟ ده ب 3 بلس. الحته اللي فوق دي ب 1 يبقى الحته اللي تحت دي ب 1، يبقى دي كلها بكام؟ ب 4. يبقى هي روت ل 4 باور 2 بلس. ده ب 3 يبقى اللي قدامه ده بكام؟ ب 3. يبقى روت ل 4 باور 2 بلس 3 باور 2 تطلع معاك الديسبيسمنت ايكوال 5 متر. يبقى انت هتختار 7 و 5. 7 و 5 اللي هي الاختيار سي. السؤال اللي بعده. فيكتور A is usually denoted by، يعني بعبر عادة عن الفيكتور بإيه؟ حرف A وفوقيه سهم أو حرف A pulled later. بس ده مش موجود في الاختيارات فهنختار حرف الـ A وفوقيه السهم. السؤال اللي بعده. The opposite graph represents the relation between the displacement D and the distance S. يبقى خلي بالك ده بيمثل الـ distance S. ده بيمثل الـ displacement D. بيقول لك بتاع body which is moving in a circular path. What is the radius of the circular path؟ عايز الradius. بص يا سيدي، اولا ال displacement مش مديك اصلا اي ارقام عليه ولا اي حاجة، فانت اكنك مش شايفه. بتاع ال distance ده هو مشي ربع، اتنين، تلاتة، اربعة، يعني تقريبا مشي quarter من ال revolution. هنا موبايلي بيرن عادي، ده غلط اكاديمي، فعادي اكنك مش سامع حاجة. فمشي ربع، اتنين، تلاتة، اربعة، يعني مشي سيركل كامله 4 تربع. طب الديستانس لو انا مشيت سيركل كامله بتبقى ايه؟ 1 تايمز 2 باي ار. ما احنا اتفقنا ناخد الرقم ونعمله تايمز ال 2 باي ار، فهقول هنا 1 تايمز 2 باي ار اللي هي 2 باي ار. دي الديستانس لو انا مشيت سيركل كامله. طب هو الراجل ده لما مشي سيركل كامله كانت الديستانس بتاعته بكام؟ كانت ب 2 باي. طيب عايز اجيب من هنا الار. عايز الار اي حاجة جنبه هنا موجودة بالباي تروح الناحية التانية بالديفايدد، فالباي الار هيبقى 2 باي على 2 باي، الباي وتروح مع الباي وال2 تروح مع ال2 يتفضل لك 1، يبقى الريديوس هنا ايكوال 1 متر. السؤال اللي بعده. بيقول لك a body moves along the wall of a garden shown in the opposite figure which has a uniform circular shape if the distance moved by the body from first gate to second gate is 44 meter. الديستانس من البوابة الأولى للتانية ب 44 متر. الراجل عايز إيه؟ قال لك أنا عايز المينيموم ديستانس من الفيرست جيت للثيرد جيت، أقصر مسافة توصلني من الفيرست جيت للثيرد جيت، يعني أنا عايز طول الخط ده. طول الخط ده بالنسبة للسيركل اللي قدامك دي اسمه دايمتر، يعني عبارة عن 2 ار. أجيبه إزاي؟ محتاج أجيب ار وأعملها تايمز 2. طب إيه الجيفن الوحيد اللي عندي؟ إن الديستانس من 1 ل 2 ب 44. هي الديستانس من 1 ل 2 دي قد ايه بالنسبه للسيركل؟ كوارتر. الله ينور عليك. يبقى عشان اجيب الديستانس في الكوارتر هقول 1 اوفر 4 تايمز 2 باي ار. هو قال لي ايكوال كام الحته دي؟ قال لي 44. من هنا لو عايز اجيب الار اي حاجه جنبه هنا موجوده بالباي تروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الريديوس ايكوال، نكتبها فين؟ نكتبها هنا. يبقى ار ايكوال 44 ديفايدد هاف تايمز 2 تايمز الباي، هوديها الناحيه الثانيه بالديفايد برضه بس هوديها ب 22 اوفر 7 برقم يعني. طيب هتعمل ده بالاله هيطلع لك الريديوس ب 28. اوعى تجري تختار 28، احنا مش عايزين ريديوس، احنا عايزين طول الخط ده كله، ده عباره عن دايمتر، يعني كام ار؟ 2 ار. يبقى تاخد ال 28 دي تعملها تايمز 2 هتطلع لك 56 متر اللي هي اجابه رقم سي. تمام؟ طيب تعالى نخش على اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك the ratio between the force acting on a car in the first case and the force acting on the car in second case. عشان بس اقول لك السؤال ده مش عندك، هي في عربيه
في شخصين بيزقوها. اول مرة اعتبر الشخصين دول عبارة عن فيكتور، واحد بيزق بـ 3 نيوتن وواحد بيزق بـ 4 نيوتن. الحالة التانية ادي العربية وفي واحد بيزقها بـ 7 نيوتن. طيب الريشيو بين دال ده، اولا دول 2 فيكتور مع بعض، ولو مع بعض بعمل لهم ادنج بالبلس، 4 بلس 3 يبقى 7 نيوتن، يبقى الريزلتنت فورس هنا 7. طب ما ده واحد لوحده بيزق ب 7، فالريشيو بينهم هتبقى 7 اوفر 7 اللي هي 1، يعني من الاخر هنا ايكوال هنا. فبيقول لك الريشيو اللي بينهم ديت ايكوال 1 جريتر ذان 1 ليس ذان 1، انت هتختارها ايكوال تو ايه؟ ايكوال تو 1. ده كنسله كله، مش عايزينه من الملزمه اصلا. The opposite figure represents a body which is affected by a several forces. Which one of the following figure represents a body that's affected by the same resultant force? بصوا هو الشكل ده، معلش مراحل عندك انت في الملزمه فوق اللي هو ده. بيقول لك الشكل ده بيأثر عليه كذا فورس. انهي واحد في الاختيارات بيمثل الريزلتنت فورس بتاعته؟ مين بيمثل الريزلتنت فورس بتاعته؟ اولا ده بيأثر عليه فور فورسز عكس بعض. وانا لما بيكونوا الفيكتورز عكس بعض بعمل ماينس واروح ناحيه الكبير. فانت عندك 2 يمين وواحد شمال هتماينسهم من بعض، 2 ماينس 1 يديك 1. 2 ماينس 1 يديك 1، بس 1 ناحيه ايه؟ ناحيه الكبير، ناحيه ال 2 يعني ناحيه الليفت. يبقى انت عندك هنا 1 اف. طيب اف لفوق وهاف اف لتحت، لما ماينسهم من بعض 1 ماينس هاف يديني هاف، بس هاف ناحيه الكبير يعني هاف لايه؟ لفوق. يبقى انا بدور على ايه؟ خليك بس فاكرها عشان لما ننزل تحت. بدور على هاف اف لفوق واف ناحيه الشمال. هاف اف لفوق واف ناحيه الشمال. تعال نشوف الاختيارات. ده هاف اف لفوق صح، بس اف ناحيه اليمين ما ينفعش. وده هاف اف لفوق صح، بس 2 اف يمين برضه ما ينفعش. انا عايز هاف لفوق واف واحده شمال. طيب ده بيأثر عليه اربعه، طب ما تيجي نجيب لهم ريزلتنت. ده اف لتحت وده هاف اف لفوق، ماينسهم من بعض هيديني هاف اف، لان 1 ماينس هاف يديني هاف، ناحيه الكبير يعني هاف لتحت. وانا اصلا عايز هاف لفوق واف شمال، فبرضه ده ما ينفعش. ما يتفضلكش غير دي، هو ده الاجابه الصح. بس ليه دي الصح؟ اقول لك. 3 اوفر 2 اف يعني 1.5، وتحت في اف. طب 1.5 نشيل منها 1 اللي هي الاف، يتفضل لك انت ايه؟ نص، ناحيه الكبير يعني نص لفوق. اهو. يبقى هاف اف لفوق. قلنا 3 اوفر 2 يعني 1.5. 1.5 نشيل منها نص يتفضل 1، ناحيه الكبير يعني ناحيه 3 اوفر 2. يعني 1 في الناحيه دي، وده اللي انا بدور عليه، هاف لفوق واف ناحيه الشمال، يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى دي. In the opposite figure there are several vectors. Which one of the following relations is correct? اه ده سؤال مهم، انا بس عايز اوريك السؤال. هو عامل A و B و C و D كلهم بيسلموا على بعض. ماشي. رسم لك هنا كده فيكتور اسمه A، وهنا فيكتور اسمه B، وهنا فيكتور اسمه C، وهنا فيكتور اسمه D، والريزلتنت جاية كده واسمها A. يا رب تكون رسمها صح، بس الريزلتنت جاية عكس. ماشي. عايزين نمسح هذا الستيكر، نمسح ده كله كده، امسح امسح، لايت لايت لايت. ده فيكتور A، ده B، ده C، ده D، وهو موصل الريزلتنت من هنا لهنا، من البي للدي كده، اسمها ايه؟ بيقول لك بي بلس سي ماينس دي ماينس اي ايكوال نيجاتيف 2 اي. خلي بالك من حاجه، بي بلس سي اللي هما الاثنين اللي عكس بعض دول، دول البلس بتاعهم يدي زيرو اصلا، لان هما الاثنين سيم ماجنتيود بس اوبزيت دايركشن، فالبلس بتاعهم يدي ايه؟ يدي زيرو. يعني تاني مثلا ده ب 2 وده بنيجاتيف 2، نفس طوله بس مختلف معاه في الدايركشن، ف 2 بلس نيجاتيف 2 هيدي زيرو. نيجاتيف دي ماينس الاي،
نيجاتيف دي يعني لو لفيت الدي الناحيه الثانيه ماينس الاي يعني الف الاي هو كمان الناحيه الثانيه. فبص حضرتك لو انت لفيت الاي الناحيه الثانيه يعني بقى كده ولف الدي هو الثاني الناحيه الثانيه يعني هيبقى كده. فهتلاقي ان الاي خارج من كده جاي لهم كده. فاذا هو ولا ريزلتانت ولا هو اي حاجه اصلا بالنسبه لهم. فاذا ايكوال نيجاتيف تو اي دي اجابه غلط. تمام تمام يبقى اول واحده ما تنفعش. A plus C plus D B plus C plus D plus A equal 0 صح ولا غلط؟ صح. ليه بقى؟ B plus C دول اتنين عكس بعض. ادي ال B وادي ال C وادي ال D وادي ال A. خلي بالك ان هما كلهم يعني مثلا لو قلت ال A plus ال C يديك 0 وال B plus ال D يديك 0. فلو عملتهم كلهم plus هيديك فعلا في الاخر ايه؟ الزيرو. فهي دي الاجابه اللي انت هتختارها. تمام. A plus D equal E. ثواني ابص لك برضو عليها. A plus D equal E. طب ليه غلط ان A plus D equal E؟ لان A ودي اهم. شايفهم؟ ادي الA. فايه يا عم مالك في ايه؟ اه ده انا لسه على الاستيكة. ادي الA وادي الD. خلي بالك نهاية الD هي بداية الA. فالمحصلة بتاعتهم لازم تطلع من البداية للنهاية، يعني دي يبقى جاي كده، بص دي جاي ازاي؟ فإذا دي غلط. آخر واحدة نيجاتيف بي بلس السي إيكوال نيجاتيف الإي. بص البي باصص لتحت، نيجاتيف بي ده هيبقى باصص لفوق. يا عم عايز أرسم نيجاتيف بي بقى خليك حلو. ده النيجاتيف بي. بيقول لك اعمل نيجاتيف بي بلس سي، هو السي باصص كده. أهو في الاتجاه ده. هل الكلام ده ايكوال نيجاتيف الاي؟ اصلا النيجاتيف البي بلس السي هو الاي نفسه. المحصله بتاعتهم هتطلع كده لان ده هيبقى شكل يعني اليوم الاسود ده. والله اشتم. ده هيبقى شكل الباراليلوجرام اللي بتوصل فيه ستارت مع ستارت. فالريزلتات بتاعتهم تطلع من النص اللي هي اصلا الاي اللي هي خارجه من النص. فاذا برضو الاخيره دي ما تنفعش فما عندكش الا بي. بص انت كده كده السؤال ده مش هتفهمه. تعالى للسنتر ولا مستر اشرح لي السؤال ده عشان اشرحه لك في السنتر تفهمه، في الاونلاين كده والله لو القيامه قامت يعني. وده عيب الفيزيكس بقى، عشان لما اقول لك ما تاخدش فيزيكس اونلاين وما تعتمدش على الاونلاين، تثق في كلام مستر بول اخوك السندال اللي عايز مصلحتك. واحد كوميدي دلوقتي هيطلع يقول لي طب انت ليه يا مستر بتحللنا الهوم ورك اونلاين؟ ما انت كوميدي. ما انت كوميدي، ما انا لو قفشتك لو قفشتك هعمل منك بطاطس محمره. تمام. فورس اف ميك انجل ثيتا مع الهوريزونتال وين اتس هوريزونتال كومبوننت اف اكس ويل بي جريتر ذان الفيرتيكال كومبوننت اف واي. الحاجات دي اديتها لك كنوت ثابته. امتى الاف اكس يبقى اكبر من الاف واي؟ لو كوزاين اكبر من الساين، يعني لو ثيتا اقل من 45. ثيتا اقل من 45 اللي هي ايه؟ ثيتا اصغر من 45. زير ار ا بودي اكتنج باي 3 فورسز. عايز الريزلتانت ده برضو مش عايزينه. ماشي بالرسمه دي كمان مش عايزينها، بالرسمات دي كلها مش عايزينها، كنسل الحاجات دي كلها من الملزمه. بده كمان مش عايزينه. ايه فين يا ابني بالراحه حبيبي؟ وده كمان مش عايزينه. ده السؤال دوت زير ار تو فيكتورز اي اند بي الانجل بتوين زيم السيرتي زيم ذا ماجنتيود اوف فيكتور برودكت. طيب انت هنا هو بيقول لك عايز الماجنتيود بتاع الفيكتور برودكت، يعني عايز الاي كروس بي. الاي كروس بي ليه رول اي بي ساين ثيتا. بس حط النقطه فين؟ ماشي. الاي بكام؟ هو الراجل قايل لك الاي ب 8 والبي ب 2، فيبقى 2 تايمز 8 تايمز ساين ثيتا اللي هو مديها لك ب ساين 30. يطلع 8 في الاخر. يطلع الاجابه دي. طيب اللي بعده. The magnitude of vector product of two vectors vanishes and also the resultant vanishes when the two vectors have the same magnitude and the angle between them. بيقول لك الماجنتيود بتاع الفيكتور برودكت. الماجنتيود بتاع الفيكتور برودكت vanishes يعني هيساوي الصفر. امتى الفيكتور برودكت يساوي الصفر؟ لو ثيتا بكام؟ لو ثيتا بزيرو. لان ساين 0 ب 0 ويبقى 0 تايمز اي حاجه يدي 0. مش فاهم؟ بص
القانون بتاع الفيكتور برودكت هو اي بي ساين سي، بيقول لك امتى ده كله بزيرو. فانت هتقوله لو سيتا بزيرو. ليه؟ لان ساين زيرو بزيرو، زيرو تايمز اي حاجه تديك زيرو، يبقى هيتلاشى، مش هيبقى عندك فيكتور برودكت لو سيتا ايكوال زيرو. ودي انت واخدها وكاتبها بايدك اللي عايز تتقطع لو مش فاكرها. قلت لك ان اكتب مينيمم واكتب ماكسيمم، وزعقت نفس الزهقه اللي انا عملتها دلوقتي. طيب ده مش عايزينه. 35 36 3 و 5 vertical component rotates by 60 then the vector product of two vector is a. طيب ماشي، بص يا سيدي، pick the magnitude of two perpendicular vectors، واحد ب 3 واحد ب 5، يعني معاك واحد ب 3 وواحد ب 5، وبيقول لك ال vertical vector rotate by 60. عارف يعني ايه ال vertical vector rotate by 60 ولا مش عارف؟ يعني هو كان الاول هما الاثنين perpendicular، يعني كانوا كده. يا ابني بقى، يا ابني بقى، يا ابني خلقتني انت اتلبستي ولا ايه؟ ده الفيرتيكال، ده الهوريزونتال، كان هما الاثنين، يا اليوم نسبت، كان هما الاثنين perpendicular. دورنا ده ب 60، يبقى الانجل اللي بينهم بقت بكام؟ ما هي دي كلها 90. لو لفيناه 60 يبقى الانجل بقت ب 30. يبقى انت هتشتغل ان الانجل ب 30 فيبقى 3 تايمز 5 تايمز ساين 30. 3 تايمز 5، لا مش ساين بقى، هيبقى 3 تايمز 5 تايمز كوزين 30. ليه حطيتها كوزين؟ لان هو عايز الماجنتيود بتاع الفيكتورز، لا ده عايز الفيكتور برودكت، اسف، يبقى ساين 30 صح. القانون بتاعها اي بي ساين ثيتا. دنيا مغروره. بص يا باشا، اي بي ساين ثيتا يبقى 3 تايمز 5 تايمز ساين 30، ده هيديك 15 في ساين 30 يطلع 7.5، تبقى الاجابه سي. بيقول لك لو الانجل بتوين التو فيكتور اكس اند واي ب 45، خلي بالك ال 44 ده اقل من ال 45، هما بيتساووا عند ال 45، تحت ال 45 اللي فيه كوزين اكبر، فوق ال 45 اللي فيه ساين اكبر، فاحنا هنا تحت ال 45، يبقى من الاخر اللي فيه كوزين اكبر. عايز ريشيو بين الماجنتيود بتاع الفيكتور برودكت والسكيلر برودكت، طبعا ليس ذان 1 وانت مغمض، ما انتش فاهم ليه؟ منك حمار. الساين برودكت، الفيكتور برودكت ده ايه؟ بي ساين سيتا، هيديك رقم. اما الفيكتور برودكت السكيلر ولا ايه، اسف، هو اي بي كوزين ثيتا، هيديك رقم. الاي والبي هم الاي والبي، هو عايز يعمل فيكتور على السكيلر. خلي بالك الرقم بتاع الفيكتور هيبقى رقم صغير مقارنه بالرقم بتاع السكيلر اللي هيبقى رقم كبير، لان الكوزين هتبقى اكبر من الساين لان احنا تحت ال 45، فساعتها ده اكبر من ده. طب لما اعمل رقم اللي تحت ده الكبير واللي فوق ده الصغير، لما اعمل رقم صغير على رقم كبير يديني رقم ليس ذان 1، ولو كانت العكس، لو كان رقم كبير على رقم صغير يديك جريتر ذان 1، لو الرقمين بيساووا بعض يبقى ايكوال 1. فانت هنا هتختارها ليس ذان 1 لانك هتعمل رقم صغير على رقم ايه؟ على رقم كبير. ده برضه مش عايزينه. هنا بيقول لك ذا دايجرام شو تو فيكتور اكس اند واي ان ويتش triangle does the vector z show the magnitude and direction بتاع x minus y. ده عندك انت في غلطه برضه مش عايزينه. كده كده في حاجات شبه كتير حليناها وهنحلها، ملوش لازمه الحاجات اللي انا بكنسلها دي كلها، ملهاش لازمه. طيب وده كمان ملوش لازمه. ده انت حليته برضه بس مش عايزين، عشان بس اريحك، انا عارف انت حليته في العمق. ولا ده كمان عايزين، ولا ده كمان عايزين، ولا ده كمان عايزين. وايه يا مستر، انت مش عايز الاسئله كلها ولا ايه؟ لا، في افكار معينه كده بعينها مش عايزينها. ولا ده كمان عايزين. هنا بيقول لك the opposite figure represent two vectors x and y from the same type، يعني من نفس النوع. Which of the following vectors represent the resultant x plus y. خلي بالك ده الاكس بلس الواي، عايز يعرف مين في دول الريزلتنت بتاعهم. اتفقنا عشان اعمل ادنج التو فيكتور بالجراف
لازم اخلي الاند بتاع واحد هو الستارت بتاع الثاني من غير ما اغير ولا طول واحد ولا اتجاه واحد. فهعمل ايه؟ بص يا سيدي، هرسم الفيكتور اكس زي ما هو بنفس الطول ونفس الاتجاه، هجيب الفيكتور واي احطه هنا. اشمعنى هنا؟ عشان يبقى الاند بتاع اكس هو الستارت بتاع الواي، فبنفس الطول ونفس الاتجاه هو مايل سنه كده فهيبقى عامل كده. طيب ده الفيكتور واي. الريزلتانت دايما بتيجي من الستارت للاند، ده السي. طيب السي ده السي، اتفقنا يا عم؟ خلاص مش عايز امسح تاني، مالك؟ ادي الاكس وادي السي. السي ده انا واحد في الاختيارات، الاختيار الاولاني لو بص في الاتجاه ده، لان ده باصص العكس وده نازل كده وده طلع. احنا عايزين واحد طالع كده، الوحيد اللي طالع كده هو مين؟ هو السي بتاع الايه. تمام. The scalar product of two vector and the magnitude of the vector product equalize. امتى السكيلر برودكت يبقى ايكوال فيكتور برودكت؟ اتفقنا لو سيتا ايكوال 45 ساعتها الساين بتساوي كوزين، فهم الاثنين بيساووا بعض. From the opposite diagram, which of the following relations is correct? A equal B. بص على A، بص على B. هتلاقي ان ال A واخد مربعين وال B واخد نفس المربعين، فهم الاثنين ليهم same magnitude بس opposite direction، فما ينفعش. طيب A equal negative B، ده صح 100%. فعلا ال A equal negative B، لان ال A not equal B، بس ال A equal مين؟ negative B، يعني لف ال B الناحية التانية. خلاص انا مش هكمل بقى الاختيارات. 21 بيقول لك which of the following figure represents the resultant vector C for vector A and B. أول واحد ينفع ولا ما ينفعش؟ نهاية الـ A هي بداية الـ B، والمحصلة أو الريزلتانت جت من البداية للنهاية، فطبعًا ده صح 100%، يبقى أنا هختار أي حاجة فيها واحد. فاستبعدت B واستبعدت دي لأن ما فيهمش واحد. طيب يبقى يا إما ده يا إما ده، يا إما واحد واتنين يا إما واحد وأربعة، فإذًا كده كده ثلاثة ده غلط. تعال نشوف اتنين، نهاية الـ A هي بداية الـ B، بس الريزلتانت جت من النهاية للبداية، هو ده ينفع؟ لا يا مستر ما ينفعش، لازم تيجي من البداية للنهاية مش من النهاية للبداية، فده ما ينفعش، يبقى كده الصح مين؟ أربعة. طب اشمعنى أربعة صح؟ ده طريقة التراينجل، نهاية واحد هي بداية التاني. الأخيرة دي طريقة الباراليلوجرام. قلت لك إحنا بنرسم واحد باراليل للبي بنفس طول البي ونفس اتجاهه، عشان لو ده بي يحق لي إن أنا أسمي ده بي. وبنرسم واحد للإيه بنفس طوله ونفس اتجاهه، عشان لو اللي تحت ده ايه يحق لك تسمي اللي فوق ايه، لان هما كده ايكوال. والريزلتانت بعد كده بتيجي من المنطقه اللي فيها النقط للمنطقه اللي فيها السهم، يعني المنطقه من الريست لحد الايه؟ المنطقه اللي اتجمعوا فيها كلهم. ثواني. من الريست للمنطقه اللي اتجمعوا فيها كلهم، فاذا الشكل ده هو الصح، مرسوم صح 100%. تمام، يبقى نختار واحد واربعه. اللي بعده. كمل اللي بعده، كويستشن نمبر 22. بيقول لك the vectors A and B are equal in magnitude and perpendicular on each other. Equal in magnitude وهما الاثنين perpendicular. عارف يعني ايه perpendicular؟ يعني الانجل اللي بينهم ب 90. فساعتها مين هيبقى ماكسيموم ومين هيبقى بزيرو؟ افكرك بيها. يعني المفروض ما افكركش بقى، انت فاكرها. انت عندك الفيكتور برودكت اللي هو بيتكتب A كروس B. القانون بتاعه A B ساين C. اما السكيلر برودكت اللي هو الاي دوت بي، فالقانون بتاعه اي بي كوزاين سيتا. ده يبقى ماكسيموم لو سيتا ب 90، يبقى ده ماكسيموم، وده يبقى مينيموم عكسه. مينيموم لو سيتا ب 90. فدلوقتي سيتا هو بيقول لك الاثنين بيربنديكولار، يعني سيتا ب 90، فهتختار ان الاي كروس بي ماكسيموم وان الاي دوت بي مينيموم يعني بزيرو. فانت عايز الناحيه دي اللي بزيرو يبقى فيها الاي دوت بي، مفيش حاجه اي دوت بي غير اخر واحده هي اللي بزيرو. قدامها على طول ان الاي كروس بي موجود فين؟ في الماكسيموم، يبقى الاجابه بتاعتك رقم دي. بعد كده السؤال ده هو اصلا ليسون 1 بس هحله لك بسرعه. بيقول لك اوف تو فيزيكال كوانتيتي اي اند بي هاف ديفرنت دايمنشنال فورمولا، مختلفين في الدايمنشنال فورمولا. Which of the following mathematical operation has a physical meaning؟ اولا ما دام مختلفين عن بعض ولا ينفع بلس ولا ينفع ماينس ولا ينفع حاجه فيها ماينس، ما عندكش غير التايمز اللي هي الاي تايمز بي. 29
ميلك the opposite figure illustrates three vectors k و l و n. Which of the following equations is correct? Is incorrect. K plus n equals 0. صح ولا غلط؟ K plus n equals 0 لأن هما same magnitude و different direction. ف same magnitude يعني ده ب 2 وده كمان ب 2 بس عشان هما different direction فلو ده 2 هقول إن ده negative 2. فلو عملنا لهم plus هيديني 0. طب K equal n. هل ال K equal ال N؟ هل الكلام ده صح؟ لا مش equal ال N. ال K equal negative N لأن هما opposite direction. يبقى إذن هي دي اللي غلط من غير ما نكمل الباقي. طيب اللي بعد in the opposite figure لو FY equal to FX then the value of phi. أي أنجل عندك في المنهج بتيجي بقانون اسمه tan theta و tan theta equal Y يا عم Y over ال X. هنا ال y اسمها fy وال x اسمها fx فالكلام ده هيبقى ايكوال. ال fy هو قالك بكام؟ قالك ب 2 fx. ال fx ما ادهلكش سيبها زي ما هي fx. fx تتكنسل مع fx يتفضل لك 2. tan theta ب 2 يبقى theta بكام؟ هتعمل على الآلة shift tan 2 هتطلع لك 36.43. السؤال اللي بعده اللي هو number 32 the scalar product of two vectors A and B equals 60 units. The scalar product ب 60 units. السؤال ده في فكرة محترمة. والفيكتور والماجنتيود بتاع الفيكتور برودكت ب 20 روت 3. Then the confined angle between the two vectors هو عايز الانجل اللي بينهم خليني اروح احلها لك على الوايت بورد. امسح ده. بص يا سيدي بيقول لك ان الفيكتور برودكت ايكوال اللي هو من الاخر A كروس ال B ايكوال قال لك ان ال A كروس ال B اللي هو الفيكتور ب 20 روت 3 والسكيلر كان ب 60. خليك فاكر عشان لو انا نسيت تفكرني. قال لك ان ده ب 20 روت 3 وقال لك ان السكيلر برودكت ايكوال اللي هو الاي دوت بي يعني ايكوال 60. عايز سيتا اللي بين. مبدئيا بدايه الكلام كده بسم الله الرحمن الرحيم فتح كلام حضرتك هتقول مكان الاي كروس بي هتحط القانون اللي هو ايه بي ساين ثيتا ب 20 روت 3 وتحط تحتها القانون بتاع الدوت برودكت اللي هو الاي بي كوزاين ثيتا اللي هو ب 60. عايز تجيب ثيتا بس مع الاسف ولا معاك ايه ولا معاك بي فعندك النون 2 3 بالثيتا. فهتعمل ايه؟ هتسمي الايكويشن بتاعت الساين ديت واحد ولازم الساين تبقى هي اللي فوق والايكويشن بتاعت الكوزاين دي 2 وتقول له باي ديفايدد 1 اوفر 2 اعمل ده ديفايدد ده. بعمل دوت ليه؟ عشان احاول اقلل الانون. فهتلاقي ان اي بي هيكنسل مع اي بي ساين على الكوزاين تتقلب تان انت واخدها في التريك تمام. يبقى تان ثيتا ايكوال 20 روت 3 على 60 يبقى ثيتا شيفت تان ل 20 روت 3 على 60. فكره محترمه جدا شيفت تان 20 روت 3 على 60 هتدي لك الانجل ب 30 يبقى ثيتا ايكوال 30 في الاخر. انا محسود اجيب خرزه 30 في الاخر اللي هي بي. 39 بيقول لك لو الاوبجكت موف along the circumference of a circle such that الديسبيسمنت بعد الهاف سايكل كانت ب 2 باي متر. الديسبيسمنت اصلا في الهاف سايكل هي عباره عن 2 ار فانت هنا استنتجت ان 2 ار ايكوال 2 باي. يعني استفدت ايه يا مستر؟ استفدت ان 2 هتروح مع 2 يبقى انت عرفت ان الريديوس ايكوال باي تمام. بيقول لك زين عايز الفاليو بتاعت الديستنس. الديستنس في هاف سايكل هي half times 2 by r
معكش ار بس انت عرفت ان هو بيساوي الباي من الديسبليسمنت فيبقى ها تايمز 2 تايمز باي تايمز باي فهتلاقي ان ده تايمز ده يديك 1 وباي تايمز باي هيديك باي باور 2 يبقى هنا الديستانس هتبقى باي باور 2 متر باي باور 2 متر اللي هي عندك انت اجابه رقم سي كده ايه اه خلاص كده التشوز خلص اخر سؤال والى هنا اعلن الرب يعني خلص ده كده ونستوب وان شاء الله هنكمل لك الاسي في فيديو تاني عشان في برضو اسئله كتير فيه احنا مش عايزينها بيقول لك using the opposite figure which of the following vectors are equal and which of them are unequal مين في دول بيساووا بعض ومين ما يساووش بعض اولا التو فيكتور A و E A و E بص عليهم هتلاقي same magnitude و same direction اذا دول equal طب A و C ادي ال A وادي ال C هل دول equal لا ما لهمش نفس الدايركشن يبقى دول تقول عليهم ان هم unequal طب الجي والاف الجي اهو الصغير ده والاف اهو طب هتلاقي ان ده حوالي 6 7 مربعات عندك هتبقى اوضح هنا دول حوالي 4 مربعات فدول ان ايكوال لان هم مختلفين في الماجنتيود تو فيكتورز اي اند دي الاي والدي طبعا ان ايكوال ولا هم سيم ماجنتيود ولا هم سيم دايركشن يبقى اول واحده بس اللي ايكوال والباقي كله ان ايكوال فيكتورز تمام ممكن انطقي معاك كام سؤال من هنا ونحلهم اللي احنا عايزينهم يعني if the distance between two objects enough to determine the location of each one of them and why طبعا الdistance مش كفايه لان عشان اعرف اللوكيشن بتاعك فين لازم اعرف ماجنيتيود ولازم اعرف دايركشن يعني مثلا انت بتبعد عني دلوقتي مسافه 5 كيلومتر فانا عايز اجي لك فانت بتبعت لي اللوكيشن اللوكيشن دوت بيمشيني في اتجاهات معينة يبقى انت بتديني المسافة 5 كيلو وبتمشيني في اتجاه معين يبقى لازم اتجاه ولازم رقم يبقى هل الديستانس كفاية؟ لا طبعا لان هي ليها ماجنتيود بس اعرف منين الدايركشن بتاعك عشان اجي لك معرفش طيب اللي بعده Can you represent the distance covered by a moving body بارو and واي طبعا ما ينفعش لان الديستانس سكيلر واللي بمثلهم بارو دولت بيبقوا الفيكتور لان ليهم ماجنتيود وليهم دايركشن هنا بيقول لك explain the following sentences. Two vectors are unequal. يعني عندنا two vectors مش بيساووا بعض. بالرغم من ان هما الاثنين ليهم same magnitude and common starting point. يعني ليهم نفس ال starting point ونفس ال magnitude. فليه مش بيساووا بعض؟ مش بيساووا بعض لان اكيد مختلفين في الدايركشن. تاني حاجه ال magnitude بتاع ال vector product maximum لو ثيتا ب 90. يعني ال vector product ده القانون بتاعه A B sin ثيتا. وثيتا تبقى ساين تبقى ماكسيموم لو ثيتا ايكوال كام؟ ايكوال 90. هنا بيقول لك هو بيتكلم على الرسمه دي اللي هي رحله اللي فوق بيقول لك in the opposite figure there are two cars A and B starting their motion from the same starting point. Explain why their displacement aren't equal although they are equal in magnitude. طبعا هي displacement unequal لان هم different ايه؟ different direction. تمام هنا بيقول لك when does يعني امتى ال difference between the two vector equal zero لما مقاسهم من بعض يديني zero لو ليهم same magnitude و same direction طيب ال magnitude بتاع ال vector product of two vector equal ال magnitude بتاع ال scalar product امتى ال vector product يساوي ال scalar product لما الساين تساوي الكوزين وده بيحصل عند ثيتا equal 45 What happens when three forces of different magnitude and direction act on a stationary object? إيه اللي هيحصل لو عندك three forces أثرت على جسم ثابت؟ جسم ده هيتحرك في اتجاه الـ resultant force، فأنت هتقول له the object will move to the direction of resultant force. ده مش عايزينه ولا ده، ده هنلاقيه في الحصة إزاي تجيب الريزلتنت فيكتور بتاعهم خليني اجيبهم لك بالرسم يعني هتخلي الاند بتاع الدي هو الستارت بتاع السي فهترسم السي كده وهترسم الدي كده والريزلتنت من الستارت للاند خليني اعملها لك بلون تاني يا حبيبي يا بابا يا قلبي والله خنزير والله والله خنزير بص بص يا باشا
امسح بقى. كده بيلون. بسم الله ما شاء الله عليك. والله انا فرحان بيك عليك. يبقى ندوس هنا نغير اللون خالص. بس هتلاقي ازرق. كده. ده هيبقى شكل الريزولت انت بتفتحها واسمه سي. هنا هتخلي الواي زي ما هو. نفس طوله نفس اتجاهه. وتجيب الاي بس تحطه هنا اهو بحيث ان نهايه الواي تبقى بدايه الاي كده. والريزلتانت من البدايه للنهايه خلينا نعملها باللون الاصفر، بحب الاصفر. ده السي تمام. ده مش عايزينه ولا ده ولا ده برضه ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا عارف عبد الباسط حموده يقول لك ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. طيب نمبر 1 the opposite figure represent the path of the moving body. احسب الفاليو بتاع التوتال ديسبيسمنت. حضرتك هتوصل اقصر ستريت لاين من الستارت للاند. اول ما تتزني تروح لبايثاغورس. قفل يا باشا التراينجل. قفل قفل قفل. هتلاقي ان انت عندك هنا اهو بقى في رايت انجل تراينجل. عايز تجيب الهايبوتنس ده هتجيبه عن طريق بايثاغورس. ديب 1 الحته اللي تحت ديب 2. يبقى ناخد الاورنج ولا ناخد الليموني؟ ده حلو. من اول هنا لحد هنا ديب 2. يبقى الحته اللي فيها دي كمان ب 2. بعد كده ناخد يا هذا البلد هتنبسط قوي لو جبت تعمل حاجه على الشاشه دي. ناخد اللبن ده جميل شويه. طيب من هنا لحد هنا ب 1 يبقى الحته اللي فيها دي هي كمان ب 1 متر. يبقى دي كلها 1 بلس 2 بلس 1 يبقى دي كلها 4. دي مش هتبان عندك انت. خلينا نعملها بده. هتبقى ب 4 متر. يبقى السايد ده كله ب 4. طب دي كلها ب 3 اللي انا بوسطها دي. طلعنا منها 2 يتفضل هنا كام؟ يتفضل هنا 1. والله العظيم ملبوسه والله. دي كلها ب 3 طلعنا منها هنا 2 يتفضل هنا كام؟ 1. فيبقى السايد ده ب 1 والسايد ده ب 4. يبقى انت هتقول روت ل 4 ايه بقى؟ ايه مش عارف. روت 4 باور 2 بلس 1 باور 2. شوف هتطلع بكام. كمان موفز ان ستريت لاين من ايه ده؟ لا 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 ماشي. هو بيقول لك في راجل اتحرك في ستريت لاين away from the building at a distance of 100 meter. يعني بعد عن مبنى 100 متر. Then he stops for 40 seconds. وقف 40 ثانية. بعد كده then he complete his motion in the same direction and cover a distance 0.5 kilometer. بقى في الأول ماشي 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 بعد 100 متر. بعدين وقف 40 ثانية. صح؟ بعد كده كمل فبعد نص كيلو. يبقى توتال مشي نص كيلو يعني 500 متر. و100 متر يبقى هو دلوقتي بيبعد عن المبنى كام متر؟ 500. لان النص كيلو ده 500 و100 بيبعد عنه 600 متر. اللوكيشن بتاعه فين بالنسبه للمبنى؟ هتقول له 600 متر away from the building. تمام. هنا ده بيقول لي فيكتور A has a vertical and horizontal component 3.2 و 1.6 respectively and B leave vertical and horizontal component 0.5 و 4.5 respectively. Find the angle between the two vectors A and B. طبعا ده سؤال محترم جدا. الفيكتور الاولاني ليه horizontal component يعني ال x axis بتاعه ب 3.2 وال vertical ب 1.6. فهنا ب 3.2 وهنا 1.6. اما الثاني فليه برضه horizontal component 0.5 و 4.5. طيب هو بيقول لك find the angle between them يعني هات الانجل اللي بينهم. فنعمل ايه؟ بص يا سيدي السؤال ده ممكن نحله بثلاث طرق مختلفين. كم طريقه؟ ثلاث طرق مختلفين. أنا عايزك تحله بقى بالطريقة اللي أنا هحل بيها دلوقتي لأن دي الأسهل عشان ما تعكش الدنيا. ماشي؟ طيب هو بيقول لك فيكتور A has a vertical and horizontal component 3.2 1.6 حطيته أهو vertical و horizontal. طيب
فيكتور بي ليه vertical and horizontal component 0.5 and 4.5 respectively. 0.5 و 4.5 respectively. عايزك تجيب الانجل اللي بين التو فيكتورز A and B. فانت هتعمل ايه؟ اولا هتروح تجيب الفيكتور الاولاني ده بكام؟ انت معاك y و x لكن لسه معاكش الفيكتور، فهتجيب الفيكتور عن طريق بايثاغوراس سيري، هيبقى روت 1.6 باور 2 بلس 3.2 باور 2. تعال نحسبها بالآلة. 3.2 باور 2 بلس 1.6 باور 2 هيطلع معاك 3.57. يبقى الفيكتور بتاعك اللي هو الاولاني دوت، تعال نعملها هنا، هيبقى خارج من هنا اهو الفاليو بتاعته 3.57. طب الانجل بتاعته بكام؟ هتعمل شيفت تاني واي اوفر اكس، الواي بكام؟ الواي ب 1.6 والاكس ب 3.2، يبقى الانجل بتاعته ب 26.5. الانجل بتاعته ب 26.5. طيب تعال نجيب للفيكتور الثاني ماجنتيود ودايركشن. الماجنتيود هيبقى روت 4.5 باور 2 بلس 0.5 باور 2، هيطلع معاك الماجنتيود بتاعه، تعال نحطه هنا، الماجنتيود بتاعه هو طبعا يبقى خارج من النص كده ب 4.52، والانجل هتبقى شيفت تان واي اوفر اكس، الواي ب 4.5 والاكس ب 0.5، هتطلع معاك السيتا بتاعته ب 83.6. هو عايز يعرف الانجل اللي بين التو فيكتور، فواحد فيهم عامل انجل 83، واحد فيهم عامل انجل 26.5، فهتماينس الانجل من الانجل، يبقى هتعمل انسر ماينس 26.5، فيبقى الانجل اللي بينهم هتبقى 57.15، ودي الانجل اللي هو عايزه. يبقى انا جبت الماجنتيود والانجل بتاع الاولاني والماجنتيود والانجل بتاع الثاني، عايز الانجل اللي بينهم، فماينست الانجل هنا من الانجل هنا. طب عملت كده ليه؟ بص، اعتبر التو فيكتور دول على رسمه واحده. يا ابني مالك يا ابني؟ مالك اهو. لا حول الله يا رب. اعتبر التو فيكتور دول على رسمه واحده. اهم. ده الاولاني الانجل بتاعته كانت 83، كل دي كده ب 83. مش عارف كانت 83 بوينت كام. 83.6 والثانيه 26.5. 83.6 وده 26.5 اللي هي الانجل دي. طيب دي كلها ب 83 والصغيره دي مش عارف ب 26، يبقى الحته اللي بينهم بكام؟ الفرق بينهم هما الاثنين، عارف الفرق بينهم هما الاثنين؟ دي كلها الانجل بتاعت الاولاني، دي الانجل بتاعت الثاني. بص دي الانجل اللي بينهم اللي هو بيكلمك عليه، الحته دي. طب ماينس الكبير من الصغير، الحته دي كلها، ماينس من الحته دي تديك الحته دي. تمام؟ طيب ده هتعمل له ريزولوشن، خدنا شابه 7000 مره، تاخد الاف دي تفكها مره على الواي ومره على الاكس وتشيلها، خلاص ما دام اتفكت بتتشال، دي كمان تفكها مره على الواي ومره على الاكس وتشيلها، وعندك واحده تحت اهي ب 10 وهات الريزلتنت فورس اللي على الشكل، ما فيهاش اي مشكله خالص. دي حل شبهها فوق بس احلها لك برده بسرعه مش تاخد وقت. هو عايز ايه؟ عايز الديستنس، عايز الدايمتر بتاع السيركلر باس. الدايمتر اولا ربع 2 3 4، يعني مش سيركل كامله. كانت الديستانس بتاعته ب 4 باي، وانا لما بمشي سيركل كامله بتبقى الديستانس بتاعتي 2 باي ار. يبقى 2 باي ار ايكوال 4 باي. كنسل الباي مع الباي. 2 ار ب 4، يبقى ار بكام؟ 2 ار ب 4، يبقى ار 4 اوفر 2 اللي هي 2. هو الراجل عايز الايه؟ عايز الدايمتر، الدايمتر ده يعني كام ار؟ 2 ار، يبقى 2 تايمز 2. يبقى الدايمتر ب 4 متر. هنا ده سؤال سهل، عايز ديستانس والديسبيسمنت. فاضل ايه البروبلمز دي؟ ان شاء الله هننزلها لك بقى في ايه؟ في فيديو تاني. كده احنا نبقى خلصنا النهارده. كان معاكم اخوكم مستر بولا ملاك، اشوفكم على خير، سلام.